تعرضت مراهقة بريطانية لأزمة صحية خطيرة بعدما تفجرت فقاعة هوائية داخل رئتها بسبب تدخينها السجائر الإلكترونية بشراهة. تم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث أجريت لها عملية جراحية دامت 5 ساعات. تم خلالها إزالة جزء من رئتها بسبب ظهور بثور خطيرة كادت أن تؤدي إلى ثقوب في الرئة. والدها نشر تحذيراً يدعو فيه جميع مدخني السجائر الإلكترونية إلى التخلي عن هذه العادة الخطيرة، مشيراً إلى أن تفجير الفقاعات الهوائية داخل الرئة قد يتسبب في ضرر جسيم. ووفق تقدير الأطباء، فقد دخنت كايلا بليث البالغة من العمر 17 عاماً ما يعادل 400 سيجارة في الأسبوع باستخدام السيجارة الإلكترونية، أي نحو 57 سيجارة يومياً. تظهر هذه القصة المأساوية خطورة السجائر الإلكترونية خاصة على صحة المراهقين، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 37 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً يدخنون السجائر.